النهاردة رسميا تم الإعلان عن احتلال مصر بشكل قطعي قدام أي حد، ما حدش يقدر يكذب الكلام ده، ونقدر نقول إن مصر بالفعل بقت محتلة من النهاردة. ملناش أي سيادة لا على أرضنا ولا حتى بره أرضنا ولا عند جيراننا. السيادة دي حصلت بعد ما علم إسرائيل رفرف على رفح النهاردة. إيه الحكاية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. طبعا قبل ما نبدأ مع بعض الفيديو سريعا، أتمنى من حضراتكم رجاء الاشتراك في القناة وعمل شير للفيديو علشان خاطر نبدأ مع بعض على طول الحدوتة. الموضوع دلوقتي للأسف بقت الفضيحة بجلاجل. يمكن شفنا مبارح بعد موافقة حركة المقاومة حماس وبالمبادرة المصرية القطرية، وافقوا بالفعل المبادرة اللي هي طبعا بموجبها هيتم وقف اطلاق النار. ده كان رد المقاومة على المبادرة المصرية القطرية طبعا باتفاق مع الجانب الاسرائيلي، وإلا المبادرة دي ما كانتش طالعة من دماغهم. وبالتالي بعد موافقة الحركة اللي حصل ده كان رد المقاومة، وافقوا على المبادرة. لكن رد اسرائيل كان حاجة تانية خالص. رد اسرائيل تم من امبارح للنهاردة بيتم قصف رفح من شرق رفح لحد ما وصلوا عند رفح على الحدود المصرية عند معبر رفح. عايز اقول لك طبعا انتهكوا بعد كده محور فيلادلفيا او شارع صلاح الدين، وصلوا عند معبر رفح. بس طبعا معبر رفح من الجانب التاني اللي هو الجانب الفلسطيني، اللي هو احنا ملناش دعوة زي ما كتير قوي قالوها. فاكرين المعبر ده اتضرب 4 مرات قبل كده في بداية الحرب لو فاكرين، وقلنا ما ينفعش وتعدي. طبعا كان ساعتها كان يقول لك لا اصل هو من الجانب الضرب من الجانب الاسرائيلي، ده قذائف عن طريق الخطا، ده مش عارف مسيرات عن طريق الخطا. طيب دلوقتي المقاتلات العسكريه الثقيله دبابات بقى مش صواريخ موجوده عند معبر رفح على الناحيه الثانيه. لو انت حضرتك لو انت واقف الناحيه دي كده ناحيه معبر رفح من الناحيه المصريه هتشوف، هتلاقي العلم اسرائيل بيرفرف حواليك الناحيه الثانيه. فالموضوع مش محتاج بقى. طبعا هنقول كالعاده احنا مالناش دعوه ده في الجانب الاسرائيلي، لا هو انت ليك دعوه، لان انت لو انت بتقول كده يبقى انت لا مؤاخذه راجل متني ومكفي على وشك وبتدافع لمجرد الدفاع عن السيسي. عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي حصل ده انتهاك واضح وصريح لاتفاقيه كامب ديفيد. بناء عليه بسم الله الرحمن الرحيم اقولك شيء، الاتفاقيه دي اللي اسرائيل عملته النهارده يستوجب اعلان الحرب، او على الاقل يعني وقف العمل باتفاقيه كامب ديفيد. بس طبعا الكلام ده انا مش هتكلم هنا واقول لك احنا المفروض نعمل ايه، لان لو فاكرين اول انتهاك لمحور فيلادلفيا وشارع صلاح الدين من فتره كبيره جدا من حوالي 3 شهور طلعنا وقلنا يا جماعه الحكومه المصريه لو عايزه تبرئ نفسها والسيسي عايز يبرئ نفسه قدام الشعب المصري والراي العام العالمي والعربي في كذا خطوه يقدر يعملها، منها خط العلاقات والتلويع بانهاء والغاء اتفاقيه كامب ديفيد وسحب السفير وحاجات كده. ساعتها احنا كنا بنقول ده علشان نبين للبني ادمين او المعيز او العالم المتنيه في مصر اللي لسه بتدافع عن السيسي ان هم ياخدوا بالهم ان هم قدام خاين وعميل وجاسوس اسرائيلي. ساعتها كنا بنحاول نوضح ده. اوريدي طبعا السيسي ما عملش اي حاجه من دي، فانا مش طالع النهارده عشان اقول لك كده ده هم انتهكوا اتفاقيه كامب ديفيد فالمفروض احنا نقف. لا 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 لا، الموضوع يا جماعه هو الموضوع ده بس بياكد لك، انا اقول لك الحقيقه اللي ورا الموضوع ده. الحقيقه اللي ورا الموضوع ده ان ما يحدث الان في رفح رغم موافقه المقاومه على مبادره وقف اطلاق النار الا انهم مستمرين، لان هم حاطين مخطط التهجير يا جماعه اللي احنا قلنا عليه من الاول، دي خطه القرن وبينفذوها. صفقه القرن بتتنفذ بالحرف، فما فيش اي حاجه هتوقفهم رغم موافقه حماس ورغم موافقه المقاومه بالمبادره. ده يدللك على ايه بقى؟ اول حاجه طبعا الاتفاق واضح والتنسيق واضح وصريح، الاجتماع اللي كان قبل 10 ايام في القاهره مع عباس كامل ومسؤول من الموساد ووزراء الدفاع والخنشور اسامه عشقر والخنشور محمد زكي، اجتماع رفيع المستوى اللي تم تسريبه. وطبعا احنا لما طلعنا اتكلمنا قال لك لا ما فيش حاجات من دي، والمواقع طبعا احنا جايبين الحاجات دي من تقارير من مواقع مخابراتيه اجنبيه مش من عندنا، احنا ما بنالفش، مش هنطلع نقول لك ايه وصرح مصدر رفيع المستوى، لا احنا بنقول والناس بتقول. وطلعنا قلنا ده كان بهدف ده اليوم ده اللي هو التنسيق اللي بيحصل دلوقتي، اللي هو جمد قلب اسرائيل وجيش الدفاع، لان شايف لا مؤاخذه جيش متني، جيش نايم على بطنه، او بمعنى اصح رئيس ودوله نايمه على بطنها قدام الكيان المحتل. ف
ده أكد لك إن بقالنا دلوقتي أكتر من 7 شهور وصلوا النهاردة عند معبر رفح. خلاص يعني هم دلوقتي تقريبا على مشارف سيناء. ده بقى معلم انتهاك أصلا اتفاقية. أنت المفروض أصلا يعني قبل كده بكيلومترات المفروض أنت ما تقربش. دي المنطقة دال، المنطقة دال دي ممنوع ما تقربلهاش أصلا، مش داخلي بأسلحة ومعدات تقيلة. الدبابات يا معلم وصلت هناك. فأنت مستني إن ده طبعا للمصريين الشرفاء في مصر. يا جماعة إحنا دلوقتي تحت احتلال، احتلال من السيسي طبعا والجيش اللي هو راضي بده وراضي بالذل والمهنة دي. المتحدث العسكري حتى الآن ما اتكلمش، ما نطقش. المتحدث العسكري حتى اللحظة اللي أنا بكلمك فيها وبسجل الفيديو دلوقتي ما اتكلمش وما فتحش بقه، عشان بس تبقى أنت فاهم. الأمر الثاني بقى مش عارف هما بيعملوا كده ليه. طب فين بقى إبراهيم العرجاني بقى؟ يعني إبراهيم العرجاني ده فين يا معلم؟ هو ولا إسرائيل حطاك في دماغها؟ في دماغها مش عارف يعني. هما هل ده رد على إبراهيم العرجاني مثلا؟ يعني الناس بتكسر شوكته من أولها ولا يعني مش فاهم. طب هل ابراهيم العرجاني يقدر يكشر للجماعه اليهود يقول لهم لا يعني يرجعوا ورا زي ما عمل امبارح وطلع تصريح وقال لك احنا بندين وندين اي عمليه عسكريه والخط الاحمر بتاع ضياء رشوان والكلام اللذيذ اللي اتقال امبارح ده؟ يعني استغربت من البيان بتاع اتحاد القبائل العربيه العظيم برئاسه ابراهيم العرجاني اللي طلع وقعد يقول كلام المتحدث العسكري بتاعنا ما قدرش يقوله، السيسي نفسه ما يقدرش يقوله. وهنشتكي لمجلس الامن وبنطالب مجلس الامن التدخل لا 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 لا. هو انت يا معلم متحدث باسم المتحدث العسكري؟ يعني اتحاد القبائل ده هل هو جهه متحدثه رسميه باسم المتحدث العسكري بتاعنا؟ يعني المتحدث العسكري بتاعنا ما يكون عنده احتقان ما يقدرش يتكلم فمطلع رئيس اتحاد القبائل يتكلم؟ مش عارفين. فاللي بيحصل دلوقتي يا جماعه ده قمه في الذل وقمه في العار. وده يقول لك ان مصر ده دور مصر في المنطقه قد كده. مش عارف ان ممكن اكون ببالغ بس هو فعلا قد كده. دلوقتي احنا بقينا قد كده في مصر للاسف. وده طبعا بفضل السيسي وسياسته، وان زي ما قلت لك السيسي عميل صهيوني اسرائيلي صرف. عندك دليل على عكس كده قول، انا بقول لك الدلائل بالحقيقه اللي بتحصل دي كل الحكايه. ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.